مرحبا يوتيوب، عدنا بحلقة جديدة مع لعبة كلاش رويال يا حبيبي. واليوم برول ستارز تقتحم كلاش رويال، وما بعرف برول كلاش رويال ستارز، ما بعرف شو عم بيصير. كلاش رويال فيها نمط جديد هو برول ستارز، عم سجل من البث المباشر بعمر افتر دارك تويتش .tv/1gen1 بعمر افتر دارك، هاي البسوس اللي بنعملها بعد منتصف الليل وقبل الفجر، يعني بهذا الوقت عم نسجل مقطع مع مشاهدين ليكم فوقي، مشاهدين على الكاميرا الثانية فوقي عم بيكتبوا هدول الأشياء متحمسين. بلشنا نسجل المقطع بشوي ولكن فصل المقطع، فصل النت، قام خسرنا مع أنه كنا ربحانين. هن بيعرفوا يشوفوا إذا شافونا هلأ يكتبوا أنه كانوا بالبس وشو اللي شافوه يحكوا. طبعا بحب ذكر أنه نحن كل يوم عنا مقطع ساعة 2 بتوقيت السعودية أو العراق، أو ساعة 1 بتوقيت سوريا، وأنتوا بقى لقوا المكان بقى، يعني اللي حابين تعرفوا التوقيت فيه. وشغلة تانية، كل يوم عنا بس يعني 7-6-7-8 توقيت السعودية، لسه ما حددنا الوقت لنلاقي المكان الوقت الأحسن. ولكن اللي بدي أقوله إنه لحقت أخذ كل شيء. في عندي بس تاني، هلأ البس الأولاني بيكون بين تويتش وبين يوتيوب، ما بنعرف أحيانا نعمله هيك حسب شو القدرة اللي فينا نساويها. بينما البس التاني هو حصرا على تويتش، مشان هيك حاولنا رابط على الديسكريبشن إذا بتكون تحضروا البسوس، وإذا يعني لسه مو عارفانين تحضروا ما تحضروا هالأشياء بدكم بس يوتيوب، ما تنسوا تفعلوا الجرس عشان يجيكم تنبيهات لكل جديد. إذا عنده هجمة كتير قوية من الطرف اليساري هذا الإنسان، نحاول نوقف له إياها بشي طريقة ونزل له شيلي ورا تضرب، لأنه هي شفتها تضرب ضرب جماعي. هيك حسيت ندعم الجاينت تبعنا بشكل سريع وباندت، ويلا الخزنة بدنا نكسرها. هذا النمط نفسه اللي احنا تعودنا عليه وتعلمناه برول ستارز، صرنا منزلين له مقاطع كتير، هي من ايام البيتا كنا ننزل له احنا، وعملنا له اول بطولة عربية لبرول ستارز، يعني يمكن احنا انجاز انه قدرنا نعمل بطولة عربية لبرول ستارز بعد يوم واحد من اطلاق اللعبة. في عالم بتقلي في عالم عملوا بطولات او قديمة وكذا، اللعبة نزلت يوم الاربعاء، عملنا بطولة يوم الخميس، قبل كان في نمط البيتا. اذا بنحكي على نمط البيتا عاملين احنا اكثر من 20 بطولة ايام البيتا، بتتذكر اللي كانوا يجوا على تويتش، بس ما محسوب البيتا لانه العالم ما عندهم اللعبة، فهمتوا شو قصدي؟ سو بكل الاحوال، اذا ما شفتوا البطولة الاولى اللي عملناها وما شفتوا مين فاز وشو اللي صار، المقطع كمان موجود بالقناة، وهي اول فوز، فوز سهل يا حبيبي ماله صعب. رحب بكل الناس الموجودة فوقي، بهي الكاميرا الثانية محطوطة فوقي، بالنسبة للكاميرا الاولانية انه بيطلعوا هنيك تقريبا، بس بالنسبة للكاميرا الثانية انه فوقي. ونشوف بهالتحدي قديش فينا نوصل. يلا منيح خسرنا جيم هون دغري جائزة بهالطريقة، يعني من أثر الحلقة شوي لأنه اللعبة هي ما لا سهلة بنوب صاروخ، ولا اثنيناتهم حلوين بالنسبة لنمط الخزنة. بس لنشوف. لا ما حأعطيه قلم، والله ما حأعطيه قلم يا حبيبي، ما حأعطيه قلم يا حبيبي. هذا بيضرب جوي ولا لا؟ ما بعرف، ما بعرف عطينه بيضرب جوي ولا لا، بس حأخده لأنه إذا كان بيضرب جوي مصيبة. لاعب صيني كوري تايواني، ما بعرف شو اللاعب اللي ضدي، بس حبلش بقولم وحاول أكسب وقت لقرر شوف شو بدي ساوي. شخصية برول ستارز ده تنزل. طبعا أنا شو عم تقول عمر شو لابس؟ قاعد بالأكس أسكيمو؟ لا أنا قاعد بالشام، بس بصراحة يا شباب أنا يعني ببرد، وعندي البيت بارد، برا درجة الحرارة عادية ما لها كتير باردة، بس أنا ببرد. حعملكم كاركترين من الشخصية الجديدة، وحنزل صديقي الماينر ورا مشان يقتل شخصية البرول ستار تبع الخصم اللي هي بو. ويعني نحاول نضغط، ما بعرف نتيجة هالفايت كلها انه حنروح له شوي من الخزنة تبعه، هذا اللي فينا نجزم فيه. والله هو روح لي منيح، مو منيح، ماشي الحال. اوكي اشي مو ظابط، طرب لوك على الفاضي، ما في مدفع. صح ما في مدفع، ما في قاعدة بتضرب، الخزنة ما بتضرب. مالي لساتي ماني متعود، مالي فهمان شو عم بيصير، تحس في شيء غريب، تحس في شيء غريب. والله شكلي حنزل هانتر تاني، ومرة تانية حنزل ماينر. واو ضرب صاعقة ممتازة، وحش
حلو. هلا بنزل المينيون هورد، ما بتوقع عنده شيء المينيون هورد حاليا، ما بتوقع المينيون هورد تبعي يمكن ما عنده حل لهم. تعال نشوف الجولم تبعي فايت فوتو المينيون هورد خلاص، اتوقع امورهم بخير. وهي صاروخ ورا، ليتس جو بيبي بوف. الله الله، يلا الخزنه احترقي 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 احترقي. هاها اعطاني هاها، نعطيه بوسات ومنقول له جي جي، مضرب صاروخ تاني بالمراية خلاص. وين الهايب وين الحماس بالتشات؟ والله الشباب عنا متحمسين فوق، جماعة التويتش، جماعة الناس اللي بتسهر، جماعة الناس اللي بتقدر تسهر يعني طبعا. مشان هيك انا عاملكم بسين، بس في فرق بدي ننبهكم. البس تبع النهار يعني البس اللي مساويه على 7-6-8 توقيت السعودية اغلب شي 7، الوقت الاغلب هو 7، استعدوا من 7. بيكون اكتر شيء يعني الالعاب الكتير عم بتكون مطلوبة بالقناة بالوقت الحالي بين قوسين برول ستارز، بينما البسوس اللي هي بتكون على الوقت الليلي هي ما بتكون حصرا عن الالعاب، هي بتكون عن اشياء تانية. يعني ممكن اليوم بسألوا الشباب مثلا، اليوم كنا عم نحضر ألعاب، عم نحضر فيديوهات بتضحك، عم نحضر مقاطع غريبة، عم نضحك، عم نحكي قصص. حكينا قصة رحلة التلج، كانت قصة حلوة، بعرف إذا حبوها الشباب ولا لا، بحكوا لكم إياها بالتشات بعدين الشباب. بقى هذا هو فكرة العمر أفتر دارك، وبنلعب ألعاب ما كتير مشهورة أصلا. يعني هو العمر أفتر دارك هيك. ويلكم نيو فولوور عبو، أهلا وسهلا رايز. هحط باتس لأنه حلوين الباتس ليقتلوا شو اسمه. بتوقع هذا البطل ممتاز. الباتس لهلا ما خلصوا من البربريان. حأبعت مساعدة لصديقي الجاينت على اليسار، و الوضع ما كتير مطمن، حاسس ما عندي كتير حلول، ما حاسس عندي كتير حلول بصراحة. الباتس يلا يا باتس، يلا يا باتس، يلا يا باتس. اوكي وباتس تانيات بالميرور، يلا يا باتس، يلا يا باتس. وسكيلتون وضع صعب، وضع صعب، ما عندي كتير كروت مناسبة. ها وضعي ما كتير منيح، وضعي ما كتير منيح. رجع بنزل هون البو مرة تانية. الباتس تبعي وصلوا فوق، ممتاز. كأنه ما عنده كتير حلول الباتس هذا اللاعب. الباتس تبعي على الأنين بالخزنة. حأبعت كتر باتس معناتها، مع انه هن الحل الوقت الحالي. جيم الباتس، جيم الباتس. لايتنينج هيك تخلصني من هذا على السريع. يلا يا باتس، يلا. لولا الباتس ما فيني ساوي شيء، لولا الباتس ما فيني ساوي شيء بهالجيم، ما عندي شيء بيوصل. الباتس الساتر دي تي 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 عم يضربوا عم يضربوا. يا الله الباتس شغالين، الباتس شغالين. طلعوا الباتس، طلعوا الباتس، باتس فوق. او ماي جاد، او ماي جاد. الخصم القوي، الخصم القوي ما عنده حل الباتس، ما عنده حل الباتس. 2 باتس خلص اللعبة. يا الله شو هالباتس هدول، شو هالباتس هدول. منيح ما عطيته شي ضد جوي، لانه الباتس هدول عطولي الفوز. عندي الكراون تشيست كمان صار جاهز. تعال يا حبيبي تعال، بركي بيطلع شي غريب ولا ما عم نتوقع، بس يعني انه هيك بشكل سريع، بشكل سريع تكتيكي. لايك شير سبسكرايب، اذا فيكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لهذا المقطع بيكون ممتاز ممتاز. اذا هاي الاختيارات اللي اخترناها، واتوقع انه حاخذ المره هذا البطل تبع برول ستارز مو الثاني، لانه هذا المناسب اكثر لهي الحاله. يعني بالوضع الحالي بحب اذكر انه عم حاول اسوي سحوبات بس بطرق جديدة. سحب اليوم هو انك انت اذا بس بتشاهد المقطع من اوله لاخره بشكل كامل بيدخل اسمك على السحب. وطبعا بس تكون عامل لايك للمقطع، اكتب لي اذا انت شاهدت المقطع من اوله لاوله لاخره. وبدنا نحاول انه نوصل هذا المقطع لاماكن بعيدة، لانه كلاش رويال قلت هلا، قلت مالها مثل قبل. سو احنا بدنا نحاول نرجع نخليها تقوى، فهمتوا شو قصدي؟ والله عم فكر حط هذا هون وهذا هون، بصير هيك واحد بيتنك واحد بيضرب.
حابعت هوك رايدر من هون، وحنزل بيبي دراجون دفاعي ليشتغل مع جماعة الدفاع. كثير مخوفني المنطاد اللي هو بعت لي اياه، شكله حيعمل دمج كثير على على القاعدة تبعي. الوضع ماله عاجبني يا شباب، حاول ندعم الهجمة تبعنا. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. ما بدنا نكون كثير نايمين بالدفاع، لازم كمان نهجم. وهي وصلوا عندي وصلوا عندي فوق، وهي زاباية تدعم هي الخزنة تبعه، كل مالها عم تنهار أكثر شوي فشوي فشوي. أوكي، إذا ننزل هاد هون وبنزل هذا هون وهدول هون، هيك بهالطريقة المينيون بيقدروا يقاتلوا المنطاد. المنطاد على الأغلب ما يلحق يضرب أي ضربة، ضرب ضربة واحدة حرام، ضربة ما كانت لازم تصير، بس هذا اللي قدرنا نساويه. هوك هلا حنطلق قوات الرام من الجهة الثانية، هذا الشيء قد يزعجه شوي. زاباية للتبطيء، وبتوقع البتل رام حتوصل. عنده تحت سكيلتون شغال، عنده سكيلتون شغال يا حبيبي. قتلنا للسكيلتون، بس يعني ما اشتغل كثير بس شغال هو بشكل عام سكيلتون شغال. نحاول نصد هالمنطاد قبل ما يضرب اي ضربة. البيبي دراجون لانه نزلته اول مشان ياكل ضرب التجميد، بس رغم هيك ما اشتغل شغله، ما اشتغل، قصر بشغله. الوضع ماله كتير منيح. ايس جولم تفشوا 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 تفشوا. لا 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 لا، ما في امل. جيجي. اذا الايس جولم ما قدر يدفشه لهذا الكرت اللي كان محطوط تحت، وبالتالي كانت شوي صعب انه نصد هذا الهجوم. اذا النتيجة 3-2، هل حنطلع ولا حنضل؟ ناخد هذا الكرت اللي هو شيلي، بناخد الجوي، ومناخد هدول مشان ما يروح لنا الجوي اذا عنده جوي، ولايتنينج مشان ننهي الجيم او نروح كروت كبيرة. تعال نشوف، ما بعرف شو الوضع، حنشوف شو حيصير وحنشوف كيف الجيم حيكون ماشي. لتسي نبلش بجولم، انه معنا ماكس الكسير، وهو يا حبيبي وضعه بقوة عالية. طبعا قالوا لي انتو مقطع بكرة كمان شو حابينه، اي لعبة، كلاش رويال ولا برول ستارز ولا الشغلات، ياريت تشاركوني رأيكم، تقولي شو حابين بكرة ننزل لعبة. بالوقت الحالي هلأ الهجمة تبعه اوكي، انا هروح على هدول وحأدعم بهيك شيء. هيك اتوقع ما حيقدر يساوي كتير شغلات. وهي الظريفة هتقاتل هون. يلا يا بانت تساعدي، ساعدي للجولم، ساعدي للجولم، انتي الامل. ضربي له البرنس، احسنتي احسنتي احسنتي. كامون 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 كامون. برنسس من الجهة الثانية، قاعدته عم تنهار شوي شوي، عم يحاول يستعمل كل شيء عنده. قاعدته يعني رحلة دمج منيح لهلا، رحلة دمج منيح لهلا. مضطرين نحط اشياء لانه القاعدة ما بتضرب عنا، صفر دمج هي، هيك هي خزنة، خزنة ما بتدافع، خزنة بتاكل ضربه بس، بتاكل ضربه بس. اذا شلون نصد هاد، شلون نصد هاد، يلا 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 يلا. اتوقع هي من هون تقريبا بتصده، اتوقع. طلعوا على قاعدته بوضع يرسله. عم طلع قاعدته. خلص. شين لايتنج بايدي في حال ما خلصوا. خلص امورنا بخير يا تشات، اللي فوق امورنا بخير. نعم امورنا بخير. اذا هات جواهر، اعطيني جواهر. كمان ويزرد اكيد ما بتفكر فيه ابدا. والله حروح على سكيلتون لانه بيوقفوا شغلات كتير، وحضل على بو على الشيء اللي ما بدي بو، وحضل كمان على هذا الاختراع احسن لي. الجوي بهيك خريطة لانه ما في دفاعات. الباتس والله انا حبيتهم كتير، ويعني ياريت لو يجينا باتس اكتر. لاختارهم اتوقع اغلب الاوقات لانه كتير مناح. خلينا نبلش بالهانتر هون اللي هو شيلي، ومينيون هورد لنشوف اذا عنده شيء بيقتل مينيون هورد ولا لا. والله وكانون دغري ححطه هون بلا ما اكل ولا ضربه، وبنفس الوقت نكون بوضع دفاعي جيد. حابعت الويزرد
من على اليمين، لانه على الاغلب يحط لي على اليمين شي شغله ليصد المينيون هول. لهلا ما حط شي يصد المينيون هول، حادعم بباندت وكمل هجمتي اللي هي كتير قويه ناريه شراريه. زاب لتساعد الويزرد، ما بدي اياه يموت، ممتاز. الهانتر بوجود المدفع اللي حاطه اول لعبه كمان حيقدروا يصدوا بقوه كتير عاليه. مدفع جديد وصدينا الهجمه بدون ما نخسر شيء، بينما هو خسر كتير. حلو الكلام، جميل كلام جميل. اوكي تقريبا الويزرد هون منيح بهالزاويه هي، وحاكل ضربه وبعدين حيقتل. ممتاز ممتاز. اذا حابعد مع الويزرد باندت، غيرت رايي لانه شفت هلا هذا المنظر بالنص. خلينا ننزل منين هورد يوقفوه لهاللافا. الباندت بتوصل ولا لا ما بعرف، بس هو قدام خيار يا يصد يا يدافع. زابا يا منيحه هجوميه كمان، تدعم من حظوظنا بالهجوم. مدفع دفاعي، رجع ننزل بو مرة تانية، خليها تشتغل شوي. حلو حلو حلو، الأمور منيحة. باندت من أقصى اليسار، بركي بتوصل بركي بتوصل. نضل ضاغطينه ضاغطينه. نعم حط أكيد هو جندي على اليمين ليصد شيلي، بس بالوقت الحالي الباندت وصلت الخزنة لخلاص خلاص. جيجي جيجي، ما بتوقع في عنده أمل يرجع، صعب كتير. إذا يا شباب لساعتنا ماشيين وعم نحاول إنه نكمل بهذا التحدي سوا بالبس المباشر، لنشوف شو حيطلع لنا منه. ما بعرف، برحب بكل المشاهدين والناس اللي عم تعمل فولو وسبسكرايب، والناس اللي عم تعمل سبسكرايب بالقناة اللي بصير جنب اسمهم لوجو القناة، الناس اللي عم تعمل دعم أسمائهم كلها فوق وأكبر داعم فوق، يعني كل الناس. أهلا وسهلا بالجميع. ذكرت بس شغلة، خليني أتأكد من هاي. أوكي اوكي نايس. بويزن ولا كرة نارية، كتير خيار صعب، بس انا هروح على البويزن لانه هو الاحسن بهيك حالة. بيكا ولا والله بيكا، هترك له الجوي وحاخد له هذا الكلام. اوكي تركت له الجوي. اذا جيشه قوي جدا، بس نفس الوقت انا ما بعرف شو هو عطاني، حسب شو هو عطاني بتصير الخيارات. اذا حبلش ببولر، واتوقع جيشي انا قد ما اقدر صد له هجمته، بس اذا وصلت لعنده انا بخلصه. يعني عرفتوا شو الفكره؟ هي هي المعادله، انه انا يمكن ما اقدر صد له هجمته بشكل كامل، بس اذا وصلت لعنده هو بعداد الموتى. لنشوف هلا شلون بقدر صد له هجمته ولا لا. نبلش بالبيكا تبعنا، يقطع راسها لهي المخلوقه، ويلا يلا انطلق يا برنس. اتوقع انا بنهي قبل ما ينهيني، هيك انا بتوقع، ما بعرف، لنشوف. بنزل الجريف يارد عنده. اذا تعال نشوف تعال نشوف تعال نشوف شو حيصير. هل حتنجح الاعصار تبعنا ولا ما حينجح؟ وهي بويزن عنده بالقاعده، وهي سبيريت. شوفوا قاعدته شو عم بيصير فيها، شوفوا قاعدته شو عم بيصير فيها. يا الله على هالتشكيله، شو خاطرت فيها وقديش رائعه. مثل ما قلت لكم، اذا وصلت لعنده بالتشكيله، انا بس اذا وصلت، بس اذا اي جندي وصل تقريبا لعنده بالرينج تبعه خالص، لانه التشكيله اللي اخترتها هي تشكيله هيك نوعها. ما بقدر صد جوي، ما عندي ولا شيء بيصد جوي غير جندي، بس انا مو هدفي صد، هو يفوت علي بس انا بخلصه اسرع. هيك كان تشكيله، هيك اخترناها وليك زبطت تمام. والله ما بينعطى البارل بهيك جيم، ما بينعطوا هدول بهيك جيم. الطياره ما بتستخف فيها بهيك جيم، والصاروخ ما بيستخف فيه الواحد بهيك جيم. كمان تشكيله حلوه ظريفه، بس ما كثير منيحه. انا دغري بقول لك انه لما يكون تشكيله ما كثير ظريفه ولا التشكيله ظريفه. تعالوا نشوف شو معه بالاول بعدين بنقرر. راسكلز من هون. اوكي نستنى شوي بس لنشوف شو الوضع، وبنحط هلا جوبلين بارل بالزاويه هون، وبنحط طياره من هون. هو على الاغلب بده يصد الجوبلين بارل هلا، وبالتالي الطياره تبعي هي اللي حتشتغل. والله الطياره كمان ما اشتغلت كثير. رايز لاسامه او قوسامه، ويلكم نيو فولوور. جوست بننزله هون، ما بعرف هالجيم مالي مرتاح له، قلبي مالي مرتاح لهالجيم كثير، ماله مرتاح قلبي لهالجيم كثير. anyway بنحاول انه نصد هالفوت اللي هو فايته علينا. اضربوه اضربوه. نعم ضرب ضربة واحدة ما بيأثر، ضربة واحدة من سامحه، ضربة واحدة من سامحه.
بننزل طيارة من على اليسار، بننزل الماجيك آرشر أو بو من على اليمين. الطيارة تبعي شو صار فيها؟ أوكي، حاولت نزل جوبلين بارل بشكل هجومي كتير، وبنزل فاير سبيريت ليدعموا الهجمة. قاعدته إذن بخطر، قاعدته بخطر. بنزل رويال جوست ليصد قاعدتنا، لأنه ما متأكدين من هجمتنا بتخلص اللعبة ولا لا. والله هجمتنا شكلها خلصت اللعبة. وجيجي انتصار جديد، انتصار جديد. ليش؟ أنه معي صاروخ بإيدي، يعني إذا ما خلصته صاروخي حيخلصه. إذن ماشيين بقوة جدا بهذا التحدي، ولعيونكم حلقة خاصة بأنه رويال كلاش رويال ما عم نزلها كتير، بده يكمل المقطع لغاية ما نشوف وين بوصل. ما بعرف وين بوصل، لنشوف وين بوصل. إذن بهالمعركة بيبي دراغون، لا بيبي دراغون مشان سبلاش دامج. أروز أخذ هديك، والله باخد هاي. ومينيونز أوكي، نايس نايس أوكي. طيب خلينا نشوف هذا الجيم شو حيصير فيه ضد إرلوين، لاعب جديد. وبنزل بيبي دراغون نشوف البيبي شو حيساوي. جوبلين جاينت بنبعته مع البيبي دراغون، وبنبعت مينيون وراه ونشوف شو حيصير. اوكي فيري نايس، بنبعت المينيون هورد هلا هيك بهالطريقة. الكومبو صار جيد، وبينقص الكومبو شوية سبير جوبلين من ورا ينطلقوا ويضربوا. حلو، وشوية دارت جوبلين كمان، ليش لا؟ كله حلو كله حلو كله حلو كله حلو. الكسرة تغلب الشجاعة، الكسرة تغلب الشجاعة. اضربوا الخزنة شوي، خليها شوي تقل تقل طاقتها، لأنه لازم نضغط لازم نضغط. لحنا مالنا لعب ليت جيم، مالنا لعب قوات كبيرة، لحنا لعب جنود مرتزقة. بنبعت الأروز هيك لأنه بنروح التجميد بصراحة. نزل هدول مشان هذا الاختراع ما يضرب شيء. ويلا يلا يلا يلا، هجمة المرتزقة بيمشي حالة ولا ما بيمشي حالة ما بعرف. بيبي دراجون تاني، نايس، لحقنا نوصل بروتيشن لبيبي دراجون جديد. هذا يعني شيء منيح، هذا شيء منيح. بالوقت الحالي عنده هجمة كتير قوية، ما بعرف شلون ممكن نصدها لسه، ما في يعني مو باين حلول للهجمة. بس حنجرب، حنزل مينيون هورد مع انه ضرب القنبلة تبعه التلجية. ومن هون السبير جوبلين مشان بقى نصد ونحاول بقى هلا نعمل هجمة مرتدة. هل فينا ولا ما فينا؟ ما بعرف، حنشوف حنشوف حنشوف. لهلا ما عم نقدر نعمل كتير شيء اسمه سبليت بوش، بس على امل. حجرب نزل مينيون من الطرف الثاني نشوف بيرد على شيء ولا ما بيرد على شيء. المينيون شكله حيروحوا على النص للاسف، لانه نزل الجندي تبعه المسكتير بالنص. في ركود بهذا الجيم، ما بعرف شلون هذا الجيم بده يكمل، بده يمشي، بده يستمر، ما بنعرف. لنشوف لنشوف لنشوف. اذا بنحاول قد ما فينا ننوع له ونأثر عليه. لا هذا ما مشي حاله، نحاول نضغطه، ما بعرف شلون نضغطه. يمكن يمكن بالوقت بدل ضائع اقدر اني اعمل هجمه كبيره، لانه عندي قوات كتير. بدي مانيا مانا 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 مانا، يعني بدي الكسير. بنحاول، والله ما بعرف شلون بدنا نربحه، ما بعرف. هحاول هحاول جرب. اذا بنزل هاد بيبي دراجون وراه، نلعبه بطريقه البيزك، يعني ما بده كثير كيمياء، نلعبه بالطريقه العاديه، سبلاش دامج ونفوت. اوكي يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. خلينا نشوف هيك شيء بيقدر يصدهم ولا لا، ما بعرف. وهي جنودي، والله البو تبعه كثير عم تعمل شغل عالي. جندي كلاش رويال هو اللي عم بيربحه حاليا. دارت جوبلين تعال نزله هيك بلحق يشتغل، توقع بلحق يشتغل. نعم 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 نعم. شو هالجيم شو هالجيم اللي ماشي بسرعة خيالية. وأكتر شيء عم بيزعجني هدول البربريان، ما لهم حل عندي أبدا. هن اللي عم بيعملوا كل الدمج عنده بصراحة، ما عم بقدر ساوي لهم شيء، يعني كل شيء عم بلاقي له حل إلا البربريان، ما عم بقدر وقفهم. أوكي مرة تانية مرة تانية، استنى شوي. ما فيني ما فيني ما فيني ما فيني ما فيني ما فيني ما فيني. اوكي كرة الجي، اتوقع اني نزل شيء. تعال نبعث له المينيون هورد من اقصى اليسار، والدارت جوبلين من هون. عنده شيء بوقف المينيون هورد؟ هذا هو السؤال.
عنده شيء بوقف المينيون هورد؟ هذا هو السؤال. نعم، خسر الشغلات اللي عنده توقف المينيون هورد. يقوم المينيون العاديين بنطلقوا مع الجوبلين من على اليمين. هاي هي فرصتي اللي عم استناها من زمان، هاي هي فرصتي اللي عم استناها من زمان. انطلقوا انطلقوا، اعملوا شيء اعملوا شيء يا شباب. الفرصة اللي عم استناها هي اضرب 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 اضرب. نزل هذا هون. حينزل شيء ولا ما حينزل؟ حينزل ولا ما حينزل؟ حنزل جوبلين جاينت من هون. انا عم بخايف من الاختراع اللي اسمه باربريان. الاختراع اللي اسمه باربريان هو المشكلة. لهلا ما نزلوا، نزل مين هورد فوق الماسكتير، ندفش من على اليمين. هلا عم نقدر نعمل عليه ضغط؟ ما بعرف شو عم يصير، ما بعرف شو عم بيصير، بس شكلنا كأنه بلشنا نضغط شوي. يلا يا شباب، يلا يا أبطال، يلا يا حلوين، اضربوا اضربوا الخزنة، قلبوا المباراة، قلبوا المباراة، قلبوا الطاولة، قلبوا الطاولة، قلبوا الطاولة عليه، قلبوا الطاولة عليه. حلو 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 حلو. كمان كمان كمان. جيم صعب جيم صعب جيم صعب جيم صعب كتير، جيم صعب كتير. وأنا خايف ومتوتر من هجوم الباربريان اللي ممكن يساويه، وخايف من هجوم الباربريان لأنه هجوم الباربريان بينهي الجيم، بينهي الجيم. بننزل دارك جوبلين من هون، وما فيني ما فيني ألعب درعمي، ما فيني ما فيني، لازم استنى لازم استنى وشوف شو بيصير. ما 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 بقدر ما بقدر ما بقدر ما بقدر. ابعت مينيون هوردنا على الاقصى اليسار، وهون مينيونز يحاولوا يساعدوا. يلا يلا ساعدوا، اضربوا اضربوا بسرعه، اضربوا الميجا مينيون. اوكي نايس 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 نايس. نبعت بيبي دراجون اقصى اليمين هيك. المباراة شغالة، المباراة شغالة، المباراة شغالة، المباراة ما بدها تخلص، المباراة مستمرة. ومننزل هذا الاختراع هون، مننزل هذا الاختراع هون. عنده هجمة قوية. بعت البربريان تبعه، نحاول نوقف البربريان بأي حال. مثل ما قلت لكم هذا اللي مخوفني، البربريان. ما تضربوا ما تضربوا ما تضربوا، ما عم يح، ما عملوا هيت، ما عملوا هيت. طالما ما عملوا هيت أمورنا بخير. آخر هجمة باللعبة أتوقع، مينيون هورد من أقصى المنتصف، من أقصى المنتصف. أنتوا اللي لازم تعملوا اللعبة، أنتوا اللي لازم تعملوا اللعبة. انطلقوا 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 انطلقوا. بنحط هدول، بنحط أروز، بنحط أروز. ما عاد يمشي الحال، ما عاد في داعي، ما عاد في داعي. جيم الأعصاب، جيم الأعصاب انتهى بالتعادل. يا الله على هالجيم، يا الله على هالجيم. إذا جيم ما طلعنا فيه من هالتحدي، بل التحدي مستمر. جيم الأعصاب انتهى إذا بعد صعوبة طويلة. كان جيم كتير قوي، ويعني ما بعرف، جيم كان كتير قوي. ونشوف الجيم اللي بعده شو هالجيم. يا الله يا الله يا شباب، يا الله يا متابعين، الناس اللي عم تشاهدني لايف، الناس اللي عم تشاهدني بالتسجيل. بكل الأحوال الجيم أكبر مما توقعنا، أكبر مما توقعنا. إذا هلأ بهالوقت هاد خصبي بينجم علي بهالخنازير، بحاول ما أكل منه الدمج أبدا، وبالتالي وزع قواتي. منيح الأميرة ما عم تاكل بويزن، أنا محظوظ كتير، إن شاء الله ما بتموت بها الطريقة هاي على ما أتوقع. هبعت ماينر هون ليروح على هذا الجندي، ما بدي إياه يعمل شيء، يكون أحسن. والله ما مات، والله ما مات، حرام حرام ما مات. لو مات كنت ارتحت منه شوي. بس يلا قتلته هالفالكري تبعي الظريفة الحبابة. وهلأ نزل فالكري كمان حبابة وظريفة هون، وبرنسس ورا. وخلينا نشوف شو حيصير، خلينا نشوف شو حيصير، لأنه هذا الجيم كمان شكله مثل هداك. ميجا نايت حينزل، وهجمتي من الجهتين، بيقدر يصدها ولا لا ما بعرف، هلأ حنشوف. إذا جوابه الأول هو البيكا. الجيش تبعي عم بيحاول يقاتل. ححاول ابعت ماينر يسرق دمج من القاعده او من الخزنه مثل ما بيقولوا، وبالتالي بصير الضغط تبعي موزع اكثر ومدروس لابعد الحدود. اللايتنينج هون بتصيب الخزنه مع الجندي، مشان هيك بنستعملها. ليش لا؟ والله لو ما كانت تصيب ما كنت استعملتها، بس لانه بتصيب الوضع حلو. اذا وصلنا له الخزنه تبعه لمكان جميل نوعا ما، لمكان جميل. الماينر تبعي اشتغل شغل عالي، امورنا منيحه. بنحط الفالكري هون، واهلا بالشباب، وهلا والله بالناس اللي عم تجي على البث كمان. اعذروني اذا ما بقدر اسلم عليكم واحد واحد، بس بصراحه المباراه يعني عم نسجل يوتيوب للي ما بيعرفوا، والمباراه كمان مباراه حساسه نوعا ما. هلا نحاول شوي نلاقي طريقه ننهي هذا اللاعب، ونضربه فاير بول هون، ونقول له انبسط فيها، تسلى فيها، الفاير بول تستاهلها انت، انت تستاهلها انت زلمه صاحبنا، بتستاهل الفاير بول. ومنكمل الهجمه تبعنا، وبنحط له لايتنينج هيك.
لانه اللايتنينج ممكن تنهيه، وهو هجمته والله بتنهيني، ولكن انا بقول له انا بعتذر منك، انا بعتذر منك يا حبيبي، انا بعتذر منك يا حبيبي، هجمتك قويه جدا بس متاخره كتير. وراح اللي راح، راح اللي راح، وبقي لنا مباراه واحده. ما بعرف فينا نعمل، ما فينا نعمل، فينا نساوي، ما فينا نساوي. كرات النار، المينيون، البويزن والتجميد، يا الله على هالبطاقات. عنده الأسهم كتير حلوة، يعني أربعتي وأربعته مثل بعض، ما في فرق، اللعب كله على الأربعتين البقيانين. لنشوف الأربعتين البقيانين، يا الله آخر مباراة. أتمنى لهلأ الناس اللي نسيت تشترك بالقناة أو تعمل لايك أو شير أو الشغلات اللي فيها تعملها تعملها. تلحقنا على روابط التواصل الاجتماعي، تويتر، سيرفر ديسكورد، تعالوا على سيرفر ديسكورد. كمان السيرفر عم بعملكم رومات خاصة بالألعاب اللي بتحبوها. في روم جديدة هلأ فتحناها ل شو هات روم جديدة فتحناها لبرول ستارز، يعني هي روم جميلة تنبسطوا فيها. تعالوا نحاول نكمل الهجمة تبعنا. تبع بين قوسين هو هلأ استعمل الأروس تبعاته، مشان هيك منه استبعاتي ممكن يرتاحوا نوعا ما، نوعا ما، ما بعرف، لنشوف قديش بيرتاحوا كمية الرياحة اللي بيرتاحوها. يعني هنزل الجاينت هون مشان هالمدفع هذا ما يكون مزعج، وبعدين نكمل شغل عليه، لأنه هو مدفع من المدافع المزعجة. بتوقع الباندت أحسن. والله وقف لي الباندت، بنحط هدول متفجرين وهدول من هون. أوكي، وبعت المينيونز من أقصى الطرف الثاني كمان ليشتغلوا. والله عم يفكر هو مثلي تمام، عم يفكر مثلي تمام، وطلع عنده ماينر ليزعجنا فيه ويعملنا الجيم كتير صعب وشبه مستحيل الفوز فيه بوجود الماينر تبعه، لأنه حيضل يستعمل لي ماينر وأنا ما عندي كتير شغلات توقفه بالوقت اللي أنا بكون هاجم. الوضع صعب، لنشوف شلون فينا نلاقي حل. ما بعرف إذا منلاقي حل ولا لا. إذا الهانتر تبعنا مننزله مشان ما ياكل الضرب بعد ما الجاينت يعمل لوك على الدمج. وهلأ منشوف شو بدنا نساوي بهي الفايت يلي جاي. إذا جاينا فايت صعبة نوعا ما، حنحط تجميد هون نخفف شوي من دمج المتوحش هاد. استعمل الأروس تبعاته وأنا عم حاول إني لاقي حل لدافع، ما عم لاقي حل لدافع. هاجمني هو بهجمة كتير قوية، كتير بين قوسين هجمة كتير قوية. مينيونز حاول ننزلهم، حاول بويزن، تجميد، أي شيء بيخطر عبالكم. ما بتوقع فيني صد، ما بتوقع، بس حاول أحاول. انطلقوا صدوا. أوكي والله صديت بس بأعجوبة، ما بعرف شو بدي أربح هذا الجيم، ما بعرف أحاول بس ما بعرف. مينيون جاينت جديد، لنشوف شو بيقدر يساوي. مينيون من الطرف الثاني، نبعت هدول هيك. أوكي يلا 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 يلا. بويزن هيك تقريبا منيح، خليه بس بركي هذا بيموت شوي. الماجيك آرشر فعليا بس ما بعرف شلون بده يموت، ما عم بيموت. وباندت هون ليوقف ضرب ليك ولا قطه، عرفتوا انه ينزل الكارت تبعه. دمج 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 كبير، دمج كبير والله، دمج كبير، دمج كبير، دمج كبير. نحن نبحث عن دفاع فقط حاليا، ما عندنا اي فرصة للهجوم، عم نبحث عن دفاع. فينا ندافع؟ ما بعرف، ما بعرف. الوضع كتير خطير، كتير خطير. وجاينت قدام بيكا، والله ما في امل، ما في امل. تعال نحاول كمان، نحاول كمان، نحاول، بس انا ما شايف امل. عم حاول اصنع الامل ولا يوجد امل. في ماينر على اليمين حينزله المرة هون محل ما نزلت الاي سبيريت. صعبة 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 بس محاولة في الأحوال. شدة جي 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 جي. إذا المحاولات قد ما فينا، بس ما في عندي شيء قدر صده. خلص شفت الماينر، أنا عرفت أنه بدي ساوي شيء لحتى صد الماينر، بس ما في أمل أني ساوي شيء. يعني فعليا إذا بدنا نحسبها ونكون عادلين، لو ما أكلنا ديسكونكت بأول جيم كان في عنا هلأ فرصة تانية لأن نجيب الفوز الأخير، ولكن الحمد لله منقول إنه جبنا 8 انتصارات. ونفتح الصندوق نشوف فيه شيء ولا بلا طعمة. إكسبو يلا منيح منيح، 880 جولد، والله تحدي حلو عملت لنا إياه. لعبة كلاش رويال طبعا هو إعلاني بالدرجة الأولى للناس تتحمس وتروح تجرب برول ستارز. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع من لعبة كلاش رويال، ونراكم قريبا إن شاء الله بمقطع جديد كل يوم الساعة 2 بتوقيت السعودية والعراق.
وما تنسوا البسوس تبعنا الساعة 7 مساء في بس صغير وبس طويل اللي هو عمر افتر دارك، اللي هو هلا عم بس فيه مسجل في المقطع، بس فيه العاب واشياء تانية يعني تبع الليل، على التويتش تي في فقط. رابط بالدسكربشن، لايك شير فيفورت. واخر شيء بقول لكم عليه انه الناس اللي وصلت لنهايه المقطع حضرتهم من اول هلا، بقول لهم شكرا لكم، وانتم اسمكم هلا فات بالسحب، لانه السحب تبع بطاقه الجوجل بلاي او الايتونز اللي انت بتختارها ما بتفوت اسمك عليه الا اذا شاهدت المقطع من اول ثانيه حتى اخر ثانيه. شكرا جميعا للمشاهده، وكمان نقول مبروك لعبد الله وعبودي 2000 اللي اعطيتهم اليوم بطاقات الجواهر يلي ربحوها، هن حطوها بصراحه لبرول ستارز، بس انت فيك تحطها وين ما بدك، برول ستارز، كلاش رويال، ان شاء الله بتحطها كلاش اوف كلانز، ان شاء الله بتخبيها للعبه سوبر سيل تنزل بعد السنة الجاية. انت حر، شوفوا خريفا ان شاء الله، ومع السلامة.